بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهاردة أحبائي في الله، أنا وبأتصفح كده في الإنترنت وجدت خبر حبيت أنكم أنتوا تشاركوني معاي، تشاركوني فيه ونقراه مع بعض ونشوف تفاصيل الخبر. تعالوا نشوف الخبر بيقول إيه أحبائي في الله. الخبر، عنوان الخبر بيقول صرف مرتبات أبريل يوم 22 ومايو يوم 23 الشهر المقبل. الخبر نزل في اليوم السابع تقريبا من ساعات قليلة كده، بمناسبة قرب حلول موسم الأجازات والأعياد، قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة بما فيها المحول على البنوك، والخاصة بشهري أبريل ومايو من العام الحالي، بحيث يتم صرف مرتبات وأجور أبريل الحالي بدءا من 22 إلى 30 أبريل الحالي، بدلا من المواعيد المعتادة شهريا التي تحدد موعد الصرف في الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر. وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الأربعاء أن تعليمات الكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2019 بشأن تبكير مواعيد الصرف تضمنت أيضا مد موعد صرف باقي مستحقات الأجور والمرتبات تيسيرا على العاملين بالدولة، وبحيث تستمر عمليات الصرف من 8 مايو إلى 12 مايو المقبل في حالة تأخير بعض الجهات في عملية الصرف، حيث أن التعليمات السابقة تقصر عملية صرف المتأخرات على الفترة من 8 إلى 10 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، ونظرا لأن يوم 10 مايو موافق يوم الجمعة وهي عطلة أسبوعية. وأضاف البيان أنه بالنسبة لمرتبات وأجور شهر مايو فقد تقرر تبكير موعد الصرف لتبدأ من يوم 23 إلى 29 مايو المقبل بدلا من الموعد المعتاد وهو 24 إلى 28. وأكد البيان أن هذه التيسيرات تأتي حرصا من وزارة المالية على انتظام سير العمل بالجهات الإدارية للدولة، وأيضا تفعيلا لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني حتى يطبق بأعلى كفاءة وفاعلية. وطالب الكتاب الدوري لوزارة المالية المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ومدير الحسابات ووكلائهم ضرورة الالتزام بتعليمات تقديم مواعيد صرف المرتبات. طيب أخي الحبيب، كده احنا عرفنا الخبر وعرفنا تفاصيله. يعني باختصار الخبر بيقول انه مرتبات شهر أبريل وشهر مايو حيتقدم صرف المرتبات بتاعتها، يعني شهر أبريل بإذن الله حيبدأ من يوم 22 بدلا من 24 أو 25، وشهر مايو حيبدأ من يوم 23 نظرا للأجازات اللي هي في شهر أبريل الحالي. وإن شاء الله في فيديو تاني هنزل لكم أجازات شهر أبريل بالكامل. بس كده كان الخبر معانا، أنا حبيت نقراه مع بعض علشان كلنا نستفيد ويكون خبر مفرح إن شاء الله لينا. كان معكم مصطفى بشير. ما ننساش أخي الفاضل نعمل لايك للفيديو ونعمل اشتراك في القناة لو شاهدنا لأول مرة علشان تشوف جميع الأخبار الحكومية وجميع المصالح الحكومية فيما يخص المصالح الحكومية ودعمنا بلايك. كان معكم مصطفى بشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله.